السلام عليكم. عليكم السلام. كيف فضلت الشيخ؟ تفضل. سؤال كده يا مولانا. ايه السلام طه؟ إيه اللهم صل على رسول الله. دلوقتي في السؤال بيسأل كتير، في شركة في المنصورة شغالة في تطلع العمرة، هي أصلا مش شغالة في العمرة يا شيخنا، هو العميل مثلا يقول له ما عندناش إقساط يا طه، فيوجهوه لمكان معين. لا لا لا، نعم. ايه السفير اللي عندك؟ اقفل السفير. طيب السؤال ده يا شيخنا، مثلا شركة السياحة مش شغالة في الإقساط، في العمرة إقساط أو حج إقساط، في مكتب بقى ملوش دعوة بالحاجة دي خالص شغال الإقساط، العميل أو المعتمر يروح للشركة ديت، هي تدفع الفلوس كاملة لشركة السياحة، وشركة السياحة تستلم الفلوس كاملة من الشركة ديت لا يجوز يا شيخ. شركة تمويل لا يجوز. أيوة تمويل ربوي لا يجوز يا شيخ طه. وأكون عملت كده؟ نعم كده. الله خير يا سيدي. عملت كده يا طه؟ نعم. أنا ما عملتش كده والله يا شيخ. أيوة بتعرض عليك بس بعرضها لحضرتك. الله يسلمك، شكرا.